أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم. يصبح الموت أمرا محتما على سكان شمال غربي سوريا عموما وجنوبي إدلب وجبل الزاوية على وجه الخصوص في ظل حملة تصعيد ممنهجة للنظام وروسيا لا تعرف أهدافها إلا أن نتائجها مزيد من الدماء وأشلاء النساء والأطفال وحتى المسعفين وعناصر الدفاع المدني. يبدو أن موسكو تحاول فرض واقع جديد من خلال توافقات دولية حول المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي أو ما يعرف بM4، فيما يعزو سكان المنطقة مسؤولية المجازر إلى سكوت فصائل المعارضة العسكرية والقوات التركية. فإلى متى يبقى الموت سيد الموقف؟ وإلى متى يستمر صمت الفصائل المسيطرة هناك؟ أما في المحور الثاني لحلقة اليوم فسننتقل إلى الجنوب السوري، حيث يرفع النظام من حجم تهديداته حتى وصلت إلى تدمير الجامع العمري منطلق الثورة السورية. ويواصل النظام أيضا حصاره لدرع البلد في سياسة قديمة جديدة ينتهجها بهدف تركيع السكان، فيرفع من حجم تهديداته باقتحام المدينة، في حين يصر سكان المنطقة على رفض أي شكل من أشكال الخنوع للأسد ولو كلفهم ذلك مزيدا من الحصار والجوع. يتكتل السكان بعيدا عن الجهات المفاوضة مصممين على التصدي لأي هجمات عسكرية، فلماذا يصر النظام على إنهاء ملف درعا بهذه السرعة؟ وما الذي يجعله يرمي جميع الأوراق التي بحوزته؟ تواصل روسيا ونظام الأسد قصفهما على مناطق متفرقة من ريفي إدلب الجنوبي والرياف حلب وحماة وتحديدا على جبل الزاوية، حاصدة أرواح المزيد من المدنيين في أوسع حملة تصعيد شهدتها المنطقة منذ أشهر. في حين يتساءل سكان المنطقة وجبل الزاوية على وجه التحديد عن دور الفصائل العسكرية والنقاط التركية المنتشرة على خطوط التماس مع قوة النظام. عندما يصبح الموت أمرا محتما على سكان المنطقة الجنوبية لإدلب ومحيطها ويواجهون آلة القتل الروسية وجها لوجه، تصبح الإنسانية وحقوق الإنسان أكبر كذبة يحاضر بها المدافعون عن تلك القيم. وأمام الصمت الأممي والدولي تستمر روسيا ونظام الأسد بارتكاب المجازر بحق سكان جبل الزاوية وأرياف حلب وحماة، مجزرة تعقبها أخرى ضحاياها من الأطفال والنساء ومتطوعي المنظمات الإنسانية والمنقذين. تصعيد لا تعرف أهدافه ومبرراته إلا أن نتائجه مزيد من دماء وأشلاء المدنيين. يقول فريق منسقو الاستجابة إن أكثر من 25 مدنيا قتلوا، بينهم 15 طفلا منذ بداية الشهر الجاري، في أكثر من 189 خرقا للنظام وروسيا. التصعيد الأخير يأتي بعد أيام من اجتماعات وتوافقات دولية حول سوريا، فثمة مؤشرات على توافقات تمت تحت الطاولة تريد روسيا تنفيذها على أرض الواقع والوصول إلى الطريق الدولي حلب اللاذقية المرمز بM4، وهو العقدة الأخيرة للصراع في المنطقة. ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 5 آذار العام الماضي بين قطبي الصراع في الشمال أنقرة وموسكو، تبيت المنطقة على تصعيد وتستيقظ على آخر. تحاول روسيا فرض واقع جديد مفصل على قياس مصالح تريد منها إعادة تعويم نظام الأسد الموغل في قتل السوريين، فيما تقف أنقرة مكتوفة الأيدي أمام تلك المجازر أو صاحبة ردود خجولة أحياناً. تتعالى الأصوات في جبل الزاوية حول السكوت على ما يحصل، فيحمل سكان المنطقة الفصائل العسكرية مسؤولية السكوت على ما يجري، ومن خلفهم القوات التركية التي شكلت جدارا ناريا قوامه أكثر من 30 نقطة عسكرية قتالية
بين مناطق النظام والمعارضة. يصلي سكان المنطقة على قتلاهم على جدران تلك النقاط، ويشيعون موتاهم أمام أرتال العربات العسكرية، في حين تصم الفصائل العسكرية الآذان عما يجري، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام التي أحكمت سيطرتها على أسلحة أكثر من 25 فصيلاً عسكرياً، إضافة إلى الجبهة الوطنية للتحرير التي تغطي قوتها مساحة واسعة من ريف إدلب الجنوبي، رغم أن من يقتل هم أهلهم وسكان بلداتهم وقراهم. فإلى متى يبقى سكان جبل الزاوية قرابين أمام التوافقات الدولية؟ وإلى متى يستمر صمت الفصائل العسكرية المشكلة وفق بياناتها العسكرية للدفاع عن المدنيين؟ للحوار والتحليل ينضم إلينا رئيس الهيئة السياسية في إدلب سابقا عاطف زريق، وهو معنا من إدلب، وأيضا ينضم إلينا نائب المدير العام للدفاع المدني السوري منير مصطفى، وهو معنا من ريف إدلب. وأيضا أرحب بالعميد زياد حاج عبيد القيادي في الجيش الوطني، وينضم إلينا من غازي عنتاب. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد عاطف زريق، يعني ما هي الغايات من هذا القصف المتزايد والقتل المتعمد للمدنيين في ريف إدلب؟ سيد عاطف زريق، سيد عاطف هل تسمعني؟ أنا أسعد الله مساءك السادة المشاهدين وضيافك الكرام. بداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لزويهم الذين صبروا 10 سنوات وما زالوا صابرين. حقيقة الناس في جبل الزاوية وعموما وبما يسمى جنوب الإنفور خاص بشكل خاص حقيقة متحملين ضغط القصف منذ عودتهم من النزوح، والعامل الأكبر المشجع للعودة حقيقة كانت في النقاط التركية المنتشرة جنوب الإنفور. هذا القصف جاء وبناء هو على وحشية، مما يدل على وحشية الروس والنظام، وبأن الروس والنظام ليس لهم عهود ولا مواثيق ولا معاهدات. في الحقيقة هذا القصف جاء هو لترويع الناس وترويع الآمنين في بلداتهم، وهو دعوة للمدنيين إلى النزوح من جديد. فما إذا استمر هذا النزوح لعدة أيام متتالية، الناس صابرة ولكن الصبر لا يطاق. هناك قصف بصواريخ موجهة حتى فرق الدفاع المدني، وفي هذا العموم أعزي إخواننا في مؤسسة الدفاع المدني القوز البيضاء الذين لا يولون أي جهد لإنقاذ أرواح المدنيين، حقيقة ترفع لهم القبعة. أول البارحة الناس تحت الأنقاض والقذائف الروسية والطائرات الاستطلاع لا تسمح لفرق الدفاع المدني بإنقاذ المواطنين. نعم. إلى متى سيقوم هذا المواطن بالصبر؟ لماذا العالم يشاهد كيف يقتل الناس جنوب الإنفور وخاصة في جبل الزاوية في الأسابيع الماضية؟ لماذا لا يتحرك العالم يشاهد مجازر يومية بل ساعية نصحو على مجزرة ونبيت على مجزرة أخرى؟ هناك حملة شرسة لتهجير الناس من جنوب الإنفور، وليعلم الجميع بأن هذه الحملة تحتاج لجهود عالية جدا جدا. هناك أكثر من 500,000 قاطن جنوب الإنفور، هنا إذا ما تم تهجير هذه الناس هناك حملة تستدعي لا تستطيع عدة دول تحمل أعباء التهجير من جديد، رغم المأساة التي يعيشها أخواننا في المهجر أو في مخيمات النزوح. نعم عقيد زياد حاج عبيد، يعني السيد عاطف زريق تحدث عن لماذا لا يتحرك العالم لوقف هذا التصعيد، لكن بعض سكان المنطقة يحملون مسؤولية المجازر إلى سكوت فصائل المعارضة أو ردها الخجول، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
سعد الله مساءكم سيدي الكريم والرحمة لشهدائنا. من يتحمل المسؤولية هما عدد من الأطراف يتحمل مسؤولية ما يحدث في جبل الزاوية، وأول من يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة هو الضامن الروسي والضامن التركي في اتفاقات سوتشي وأستانا، وهذه المناطق هي من ضمن المناطق المتفق عليها، وجبل الزاوية من المناطق المتفق عليها بقاها بيد الجيش الحر. صح، هناك فتح للطريق الانفور متفق وموقع عليه كما تحدثت لجنة المفاوضات في استانا، ولكن جبل الزاوية هي المنطقة المتفق عليها بقاها بيد الجيش الحر، وقد تكون منزوعة السلاح ما في مشكلة، ولكن لماذا تصعيد؟ لماذا يقف اليوم وفد استانا وسوتشي ما يقف ويخرج ويوقف المفاوضات؟ لماذا يخرج إلى العلن؟ اليوم اجتمع الائتلاف اجتمع اليوم والهيئة السياسية، وسيخرج إن شاء الله بمقررات تساعد، ولكن الأمم المتحدة الضامن التركي والضامن الروسي والأمم المتحدة والجميع هؤلاء مع الفصائل المقاتلة في المنطقة يتحملون مسؤولية ما يجري ذلك. ولكن أنا أحب أتحدث عن الفصائل بشكل خاص، الفصائل المقاتلة في هذه المنطقة والتي تتحكم فيها بشكل رئيسي هيئة تحرير الشام وجبهة سوريا التحرير منذ أكثر من 20 يوم. طبعا عم يدافعوا عن المنطقة، ولكن هذه الخطة يجب أن تنتقل من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم. هناك غرفة عمليات فتح المبين تعمل على ضرب النظام وتدمير دشة من النظام وتدمير عدة مواقع وقتل عناصر النظام والميليشيات الروسية والإيرانية في المنطقة، ولكن اليوم بعد هذا القصف العنيف يجب تغيير الخطة، تغيير العمل العسكري. هذه يجب الانتقال إلى مرحلة زياد. أخرى. ماذا حققت هذه الاستهدافات عقيد زياد؟ اليوم نحن أمام مقتل مدنيين، قصف بيوت مدنية، مقتل نساء وأطفال. هذا اللي أريد أتحدث عنه. أنا أريد أتحدث أنه غرفة الفتح المبين الدفاع ونقاط الرباط اليوم لا تجدي نفعا أمام الآلة العسكرية الروسية، آلة نظام الأسد الطيران. يجب أن تشكيل غرفة عمليات جديدة أخرى وقيام بالانتقال إلى مرحلة هجومية والتوغل داخل عمق العدو، داخل عمق ميليشيات الأسد والروس، وتنفيذ هجمات مباغتة وتحرير مناطق أخرى منهم حتى نستطيع رد هذه الهجمات العنيفة. لا ترد هذه الهجمات العنيفة إلا بالهجوم على الهجوم، بتوجيه الهجوم على هجوم آخر، لأنه هذا النظام خلاص ماضي على تهجير المنطقة. السياسة الذي عم يتبعها حاليا هي ليست سياسة من أجل تحرير المنطقة، من أجل تهجير مرحلة تهجير المدنيين، لأن السلاح عم يوجه على المدنيين فقط ولا يوجه لمقرات تحرير الشام أو للجبهة الوطنية التحرير. عم يوجه الروس والنظام السلاح المدنيين، أي الرسالة واضحة، يجب أن تهجر المنطقة. فعلينا كفصائل جبهة التحرير هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية أن تفتح معركة على النظام وردع هذا النظام بالتعاون مع الفصائل العسكرية العاملة في الشمال. عندما تتعهد هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية بفتح هذه المعركة، ستكون كافة فصائل الجيش الوطني إجباري ستساعد وتؤازر هذه المعركة للصمود بوجه هذه الهجمة التي يشنها النظام على جبل الزاوية، لأن الحقيقة جبل الزاوية قدمت الكثير والكثير، ومنذ بداية الثورة 2011 ولليوم جبل الزاوية صامدة وتتعرض لضغط من قبل الطيران، من قبل النظام، من قبل الروس، وهي صامدة. ويجب علينا أن نعمل بكافة قوانا، القوى الثورية العسكرية والسياسية، من أجل صمود هذه المنطقة وبقاها في عمق قلب النظام المجرم. نعم سيد منير مصطفى، أنتم في الدفاع المدني كيف تنظرون وكيف ستتعاملون مع الاستهداف المتعمد لفرقكم أثناء تأدية عملها في إنقاذ الجرحى والمصابين والضحايا؟ أسعد الله مساءكم وللسادة المشاهدين، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى على كافة الأراضي السورية المحررة. حقيقة هذا الاستهداف الذي أصبحنا نشاهده في الأسابيع الماضية ليس بجديد، هو سياسة ممنهجة يعني تنتهجها قوات النظام والحليف الروسي لقوات النظام باستهداف مراكز الدفاع المدني وباستهداف أماكن العمل التي يعني يكون موجود فيها عناصر الدفاع المدني واستهداف المدنيين بشكل مباشر. وهذا الاستهداف يكون بالعادة بضربات مزدوجة تؤدي إلى إصابة وجرح واستشهاد عدد من فرق الإنقاذ وطواقم الدفاع المدني الموجودة في المكان. هذا الأمر ليس بجديد للأسف، هو قديم حديث، قديم ومتجدد. المجازر المرتكبة بحق أهلنا في جنوب إدلب طبعا هي مستمرة للأسف على مرأى ومسمع من دول العالم بالكامل، ولا أحد يعني ولا نجد أي يعني أي تصريح أو أي أحد يعني يوقف
بوجه آلة القتل الروسية وآلة قتل النظام ضد المدنيين. طبعا نحن إذا أخذنا أحصائية بسيطة على الاستهدافات اللي موجودة في جنوب إدلب نستنتج ما هو سبب هذا التصعيد العسكري الجديد في هذه المناطق. طبعا هناك أكثر من 145 حقل زراعي تم قصفه، هناك أكثر من 143 منزل تم قصفه، مراكز دفاع مدني، مشافي، هناك أيضا مخافر للشرطة، محطات تعبئة المياه، نقاط طبية تم استهدافها في المرحلة الماضية، أكثر من 65 شهيد أو 66 شهيد بينهم 32 امرأة بينهم 19 طفل وقعوا شهداء في أثناء التصعيد الماضي. اثنين من هؤلاء الشهداء هن من أفراد وطواقم الدفاع المدني السوري. عندما نقرأ هذه الأرقام ونفكر في هذه الأرقام نستنتج أن هناك صراحة حملة جديدة من أجل إفراغ هذه المنطقة من الأهالي، عندما نشاهد أن البنى التحتية، الطرقات الرئيسية والفرعية ومنازل المدنيين والمحاصيل الزراعية الموجودة في هذه المنطقة تستهدف، هذا من أجل ضرب البنية التحتية، وهذا من أجل ضرب صمود السكان الموجودة في هذه المنطقة من أجل إفراغ هذه المنطقة. قد يكون هذا الأمر لشيء سيحصل في المستقبل على هذه المنطقة، الاتفاقات تحت الطاولة، لا أحد يعرف ما هو مضمون هذه الاتفاقات، ولكن دائما من يدفع الثمن هو الأطفال والنساء والعاملين الإنسانيين في هذه المناطق. نعم سيد عاطف إزريق، هل من ردود فعل على الصعيد الشعبي؟ هل يوجد حراك من قبل الناشطين لإيصال رسائل لمختلف الأطراف بخصوص التصعيد الحاصل؟ نعم أستاذي الكريم، هناك تحركات مدنية باتجاه ما يحدث في جبل الزاوية، عقدت عدة اجتماعات من نشطاء جبل الزاوية، والآن أصدروا بيان باسم أبناء جبل الزاوية، وأيضا هناك دعوات إلى إضراب عام في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك. وحقيقة هذا الاستهداف جاء هو دائما وأبدا يستغل النظام الروس بأي وقت المناسبات والتجمعات لقصف المدنيين. الحراك هنا التجمعات المدنية حقيقة تتساءل وتتساءل بشكل جدي ما هو الاتفاق المعقد بخصوص جبل الزاوية، علما أن اتفاق 5 آذار 2020 هو نص على وقف إطلاق النار، ولكن للأسف من يدفع ضريبة هذه الاتفاقات هو الناس المدنيين في المنطقة. أيضا المدنيين يطالبون الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل السريع لوقف المجازر المبيدة التي تبيد الناس القاطنين في جبل الزاوية، وأيضا طاقم الدفاع المدني واستهداف السيارات الإسعاف، وهذه بحد ذاتها تعتبر جريمة حرب. حقيقة الناس هنا تنظر بعين إلى مجلس الأمن لاتخاذ خطوات وتحمل مسؤوليات أمام المحافظة على السلم والأمن الدولي. نعم عقيد زياد حاج عبيد، يعني الائتلاف الوطني السوري عقد اجتماعا طارئا بحضور رئيس الحكومة المؤقتة وأيضا وزير الدفاع، هنا هل سينتج أي شيء مؤثر أو أي رد عسكري بعد هذا الاجتماع برأيك؟ الحقيقة احنا وجهنا رسالة للهيئة السياسية وهي بالاجتماع وقبل قدومي إلى الاستديو، وجهنا رسالة بوقف التفاوض ونسف كافة اتفاقات أن يتوقف القصف عن جبل الزاوية، ووجهنا رسالة لأخوتنا بهيئة تحرير الشام منذ ليلة البارحة والجبهة الوطنية السورية الوطنية للتحرير، بيجب تغيير خطة العمل، يجب أن تغيير خطة العمل. هذا السلاح الذي بين أيديكم وإن تستخدموه اليوم وتستفيدوا منه اليوم غدا ستقتلون فيه، مثل ما حدث في مناطق أخرى. إن لم تشكلوا غرفة عمليات وتردوا الرد الصحيح على هذا النظام المجرم، هذا السلاح سوف يتسلمونه يوم من الأيام، ستركبون في الباصات الخضر إن لم تستطيعوا فعل شيء ضد هذه الحملة المجرمة. ولكن أتوقع الائتلاف سيصدر بيان، أكيد سيصدر بيان، وناشدنا هيئة التفاوض بإصدار بيان شديد اللهجة بوقف التفاوض نهائيا ونسف المفاوضات. يجب أن يسجلوا موقف، هذا الموقف يجب أن يكون اليوم، لأنه لا نستطيع أيضا التخلي عن مناطق ولا شبر واحد من جبل الزاوية ولا هذه المناطق. جميع هذه التخليات وخسران المناطق وصلت إلى هذه المرحلة. اليوم الوضع صف سيء جدا جدا، يجب اتخاذ موقف حاسم، أو نموت أو نعيش،
أو نموت أو نعيش، علينا الدفاع، علينا أن نسف كافة المفاوضات مع الضامن الروسي اللي هو بالأساس عم يقتلنا يوميا. فالفرصة متاحة لدى هيئة التفاوض ولدى الائتلاف الوطني ولدى الفصائل بتشكيل تسجيل موقف وطني في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها الثورة السورية. نعم، هنا أيضا سيد منير مصطفى أريد أن أسألك، يعني هل تواصلتم مع أي جهة فاعلة لإيقاف استهداف المدنيين وأيضا إيقاف استهداف عناصركم الذين يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين؟ هلا صراحة من طرف الدفاع المدني كان هناك تواصل مع مانحين الدفاع المدني مع الدول التي هي تعتبر من أصدقاء الخوذ البيضاء، ووضعهم بصورة ما يحدث في منطقة جبل زاوية وجنوب إدلب وما يحدث ضمن مراكز الدفاع المدني والمراكز التي تتعرض للقصف والعناصر التي وقعت شهداء ومصابين. هلا حتى الآن لا يوجد أي يعني تصريح حقيقة يذكر بعد هذه الاستهدافات من أي دولة من هذه الدول، ولا يوجد أي تصريح من الأمم المتحدة ولا من أي أحد من المجتمع الدولي. حقيقة يعني الشعب السوري بعد هذه السنين من الثورة، 10 سنوات تقريبا من الثورة، لم يجد أي مناصر من المجتمع الدولي ولا من مجلس الأمن. فقد الشعب السوري يعني يمكن ما يزيد عن 1 مليون شهيد خلال هذه الثورة السورية في كافة مراحلها، ولم يكن هناك صراحة أي صدى ولم يكن هناك أي صوت أو أي شيء كان صادر عن هذه المنظمات الدولية من أجل إيقاف القتل داخل الأراضي السورية، إلا عبارة عن تصريحات خجولة لا ترقى صراحة لقطر الدم من طفل شهيد واحد سقط على الأرض السورية من بداية الثورة السورية حتى الآن. نعم. يجب أن يكون هناك مواقف حاسمة، يجب أن يكون هناك مواقف شديدة ضد النظام بشار الأسد، ضد النظام الروسي، من أجل إيقاف القتل على الأقل وإيقاف إراقة الدماء على الأرض السورية. نعم، وأيضا سيد عاطف زريق، يعني ما هي التبعات المترتبة على هذا التصعيد واستهداف المدنيين؟ وأيضا يعني هنا السؤال يطرح نفسه، هل تحاول موسكو فرض واقع جديد من خلال توافقات دولية ربما حول المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي M4؟ في الحقيقة كما ذكر سيادة العميد بأن الاتفاقيات تنص على أن منطقة جبل الزاوية هي من ضمن مناطق خفض التصعيد، أي تحت سيطرة المعارضة والجيش الحر، ولكن روسيا لا تلتزم بعهود ولا مواثيق من خلال القصف، تريد فرض واقع. حتى الآن الناس جميعا لا تعلم ما هو هذا الواقع، هي حقيقة تنشر الرعب والذعر بين المواطنين لتهجير المنطقة، مما يدعي إلى إخلاء جبل الزاوية، ومما ربما يشجع الروس إلى اقتحام جبل الزاوية عندما تخلى من السكان المدنيين. ولكن المؤشرات العسكرية لا تشير على وجود حملة عسكرية جديدة على خطوط التماس، ولكن نحن هنا كمدنيين في جبل الزاوية نطالب أيضا منظمات المجتمع المدني بالدخول إلى هذه المنطقة لتثبيت الناس وتثبيت السكان. على أقل تقدير مقومات الحياة، الناس تموت يوميا، لا يوجد يعني نقاط طبية في المنطقة، لا يوجد منظمات إغاثية، لا يوجد أي مقومات الحياة. فمن هنا من منبركم نناشد منظمات المجتمع المدني أيضا بالإضافة إلى منظمات الأممية بالدخول إلى هذه المنطقة لتقديم أقل الحاجيات التي تثبت المواطن في هذه الأراضي. نعم، عقيد زياد حاج عبيد، يعني في حال أرادت روسيا توسيع عملياتها العسكرية في ريف إدلب والمنطقة المحيطة بها، هل فصائل المعارضة قادرة على المواجهة في هذا التوقيت؟ أستاذي الكريم، بدي أنوه عن شغلة تفضل ضيفك حدث عنها، أنه حاليا لا يوجد دلائل معركة عسكرية ولكن قصف على المدينة. لا حقيقة هاي أكبر الدلائل العسكرية. النظام المجرم الروسي يريد أن يأخذوا جبل الزاوية بأقل الخسائر. هم يعرفوا إذا تقدموا على جبل الزاوية، جبل الزاوية جميعا مقاتلين، أهالي جبل الزاوية مقاتلين جميعا، أطفالا ونساء وشيبا وشيباب، كل جبل الزاوية يحملون السلاح ويتصدون لهذا النظام المجرم، ولهم تاريخ حافل بالثورة السورية عندما اقتحم النظام ب 2011 و 2012، لقنوا النظام
النظام درس قاسي كثير، فخشية أن تكبر الخسائر النظام استخدم سياسة ناعمة بأي القصف اليومي على المدنيين، تهجير 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 حتى تكون المنطقة خالية من المقاتل المهالي يستطيع أن يتقدم عليها بأقل الخسائر. ولكن عندما يريد النظام أن يقتحم سيجد رجال أشداء سيقاومون. الحقيقة الوضع ملائم لقيام معركة. الروس والنظام هم أبدوا استعداداتهم وجهزوا استعداداتهم منذ شهر قبل الاتفاق الأخير على تنفيذ اقتحام لجبل الزاوية والوصول إلى الأنفور، وتأجل هذا العمل العسكري. اليوم هم بدأوا من 10 أيام 15 يوم بالتمهيد المدفعي والناري بالطيران بتهجير الأرض حتى يدخلوا إلى أرض خالية. نعم. المعركة قادمة لا محال. النظام يريد التوسيع والروس أيوة، ولكن الفصائل أيضا مستعدة والفصائل تجري استعدادات. ولكن على الفصائل وأقول وأكرر على منبركم الكريم، يجب على هيئة تحرير الشام وجبهة سورية التحرير اتخاذ زمام المبادرة، والمبادرة إلى مهاجمة العدو وضرب أهداف العدو الحساسة، ضرب ريف اللاذقية، توجيه صواريخ الجراد إلى ريف اللاذقية، ضربات موجعة على هذا النظام المجرم. إن لا يتلقى ضربات موجعة سيقف هذا القصف الطيران. عندما يصل الأرتال، تصل الأرتال إلى قرب من مناطق ريف الساحل وقصف مطارح ميمين وغرفة عمليات جورين والمناطق المحيطة في المناطق المحررة، سينصاع هذا النظام المجرم لوقف قصف الطيران على مناطق جبل الزاوية. علينا بالمبادرة. نعم، أشكرك جزيل الشكر القيادي في الجيش الوطني العقيد زياد حاج عبيد، كنت معنا من غازي عنتاب، وجزيل الشكر أيضا لنائب المدير العام للدفاع المدني منير مصطفى كان معنا من ريف إدلب، وجزيل الشكر أيضا لرئيس الهيئة السياسية في إدلب سابقا عاطف زريق كان معنا من إدلب. وقبل ختام هذا المحور مشاهدينا نتابع هذا التقرير. فمناطق شمال غربي سوريا التي تواجه الويلات منذ سنوات وما زالت كذلك حتى حولها نظام الأسد وحلفاؤه إلى قبر مفتوح يدفع جميع القاطنين هناك للدخول إليه بكل الوسائل. في كل مرة تصنف أي مجزرة يقوم بها الأسد وحلفاؤه على أنها الأقصى، إلا أنه يعيد الكرة بطريقة تغير هذا الترتيب ويمنحه لمجزرة جديدة. في شمال غربي البلاد حيث تسمى إدلب كتسمية وتعد قبراً مفتوحاً مفعلاً لا مكان فيها إلا للموت المستمر بالقدوم، يتبعثر الموت في إدلب وكل ما يحيط بها من أرياف وحواضرة بشكل مستمر ومتصاعد وبشكل دقيق وموجه تماماً، ولا حول لقاطني هذا القبر المفتوح إلا العمل على لملمة بقايا الضحايا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مدنيين ومسعفين. طفل اثنان وثلاثة والعدد مستمر، حيث يدأب الأسد على وأد كل معارض له كبيراً كان أم صغير، ويبدو أن هذه الفترة عنوانها سنقتل أطفالكم وندمر مستقبلكم بعد أن دمرت حاضركم ونسفت ماضيكم كاملا، فالعقوبة تنتقل بين الأجيال وفق منطق الأسدين. يقف على أعتاب قبر همام العاصي المتطوع في الدفاع المدني الذي فقد روحه وهو يحاول إنقاذ أرواح غيره، يقف زملاؤه كأنهم يقفون في طابور انتظار الموت متطوعين للذهاب إليه وفق من أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا ولو كان ثمنها الموت.